السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم الأستاذ أمين عبد الحسيب الضريبي. هنتكلم النهاردة إن شاء الله على إجابة امتحان الكمبيوتر محافظة دمياط ترم أول 2023. يلا مع بعض. السؤال الأول معايا بيقول صح وغلط: يمكن استخدام أي شكل هندسي عند رسم خرائط التدفق؟ غلط، لأنه بيستخدم أشكال قياسية. السؤال التاني: تختلف الخصائص المعروضة في نفس الخصائص حسب الجزء النشط أو العنصر النشط؟ طبعا صح، يعني لو محدد البوتون يبقى هتبقى خصائص البوتون، لو محدد الليبل هيبقى الليبل وهكذا. لغة البرمجة فيجوال بيزك دوت نت هي إحدى لغات البرمجة الموجهة بالحدث؟ طبعا صح. إطار العمل دوت نت فريم ورك بيحتوي أو يتكون من المكتبات والمترجمات وبيت التشغيل الران تايم؟ طبعا صح. تتحكم الخاصية مينيمايز اللي هو التصغير في إظهار وإخفاء صندوق التحكم الكنترول؟ طبعا غلط. السؤال اللي بعده، اختر إجابة صحيحة: يطلق على التأكد من خلو البرنامج من الأخطاء اختبار صحة البرنامج. الخطوات والأنشطة التي ينبغي القيام بها للوصول إلى الهدف ده حل المشكلة problem solving. مجموعة الصفات التي يتصف بها الكائن اسمه وطوله ولونه كلام من ده properties الخصائص. الخاصية المسؤولة عن شكل وحجم وتأثيرات الخط الفونت. تنفرد أداة التحكم تكست بوكس بي الخاصية؟ طبعا بتنفرد، يعني هي لوحة الباسورد شير. السؤال التالت، يتضمن أسلوب حل المشكلات العديد من المصطلحات، والمصطلح المعبر عن مسألة رياضية هو؟ إن طبعا ده بيكون في تحديد المشكلة اللي هو الإيه الشكل المستطيل. تشترك كل من أداة التحكم الليست بوكس والكومبو بوكس تحرير والسرد في الخاصية أيتم؟ أداة التحكم التي تسمح للمستخدم باختيار عنصر واحد من عدة عناصر في أصغر مساحة للنموذجية الكومبو بوكس. يمكن تغيير حجم أداة عنوان الليبل يدويا إذا كانت قيمة الخاصية أوتو سايز فولس. لفتح نافذة الكود نضغط على F كام من لوحة المفاتيح؟ هتبقى طبعا F7. نضغط على مفتاح من لوحة المفاتيح F7. السؤال الخريطة، طبعا هنا بيقول لي أعرف المعالج الحدث أو الإيفنت هاندلر اللي هو الإجراء بيتم استدعاءه عند وقوع حدث أو إجراء يحتوي على كود يتم تنفيذه عندما يقع الحدث المرتبط به. التعريف ده صح وتعريف ده. اشرح الكود التالي. هنا مدين اهو ديت طبعا البوتون الأداة التكست دي الخاصية اند. بيقول لي هنا التكست يعني النص الظاهر على الأداة بوتون. ايه النص اللي هيظهر اند؟ يبقى ظهور أمر اند او ظهور كلمة اند او النهاية اند على مين؟ الزر بوتون 2، لان طبعا هنا كاتب بوتون 2، يبقى ظهور كلمة اند او النهاية على بوتون 2 بس. اكمل الخريطة التدفق التالية لطباعة مجموع عددين A و B، العددين A و B والناتج هو C. انت عارف ال A وال B بكام؟ لا. يبقى هنا انا هنا راسم لي اهوت اول حاجه لازم اعرفهم، وبالتالي بعرفهم عن طريق الادخال ام ريد انتر جيت انبوت اي حاجه. هقول ريد اي كوما بي، ماشي. بعد كده هنا ديت العمليه الحسابيه اهيت. بعد كده بعد ما عرفتهم عاوز اعمل عمليه حسابيه، ادي المجموع السي بيساوي اي زائد البي. خلصنا العمليه الحسابيه، عاوز ايه بقى؟ الناتج. يبقى هطبعه، اطبع يا اما بالاوتبوت او برنت. اكتب اي حاجه، هقول برنت الناتج اللي هو ايه سي. طبعا لو الناتج حرف او حروف بحطه بين علامتين تخصيص، لو ارقام ما بتفرقش معايا. خلصت كده. اتمنى اذا عجب حضرتك الفيديو ما تبخلش علينا بالاعجاب والاشتراك معانا في القناه وتفعيل زر الجرس. ما تنساش موجود على القناه قائمه التشغيل الكامله للصف الثالث الاعدادي، تضمن الفصل الدراسي الاول والفصل الدراسي الثاني وجميع حلول المحافظات الامتحانات السابقه. بالتوفيق والنجاح، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.